بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله يا حبايبي هنشرح الدرس الثاني في الوحدة الثانية للصف الاول الابتدائي. هنا طبعا بقول لي ليرن ساوندس ويز بيزي بي، يعني تعلم الصوتيات مع النحلة المشغولة. دور النحلة المشغولة ان هي بتقول لي نطق الحرف ايه. هنا مثلا بيتكلم عن حرف الاتش، هنا بيقول لي ان حرف الاتش في اللغة الإنجليزية هو حرف الهاء في اللغة العربية. يتعلم التلاميذ نطق حرف الإتش والذي يشبه حرف الهاء في اللغة العربية. يعني الكلمة اللي بلاقي فيها حرف الإتش باللغة الإنجليزية بنطقه هي، وأنا بنطق الكلمة بنطق الإتش هي. زي كده يد هاند، قلت هاند بدأت بالهاء هاند لأن الإتش بينطق هاء هاند. شعر هير، شعر هير، وطبعا أجزأ الكلمة بنفس الطريقة. هنا 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 هنا، هاني هاني، يد هاند يد هاند، شعر هير شعر هير، هنا 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 هنا، هاني 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 هاني. بعد كده تاني حرف معانا في الصوتيات حرف الان، بيقول لي يشبه حرف النون في اللغة العربية. يعني انا بنطق حرف الان زي النون بالظبط في اللغة العربية. خلاص يا حبايبي، نهى نهى، اي قلت نو نهى نهى، حرف الان بينطق نون، نهى نهى. طبعا البنوتة ديت لازم نبقى عارفين ان هي اسمها نهى علشان نعرف نحل الاسئله صح. لازم ابقى عارفه كل بنوته اسمها ايه وكل ولد اسمه ايه علشان اعرف اوصل صح واختار صح. نهى 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 نهى. انف نوز، انف نوز. ركبه نك، ركبه نك. تاني يد هاند، يد هاند. شعر هير، هير. هنا 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 هنا، هاني هاني، نهى نهى، انف نوز، ركبه نك. بعد كده يا حبايبي بقول لي ليرن تو رايت ويز بيزي بي، تعلم ازاي تكتب الحرف مع النحله المشغوله. اول حرف عندي حرف الاتش، طبعا لازم نمشي على النقط علشان نعرف الحرف بيتكتب ازاي. طبعا كده الاتش سمول وكده الاتش كابيتال. بعد كده حرف الان، كده ان سمول وكده ان كابيتال، ولازم افرق بين الاتش سمول والان سمول. ازاي يا حبايبي؟ الاتش سمول العصايه بتاعتها طويله، الاتش سمول العصايه بتاعتها طويله، لكن الان سمول العصايه بتاعتها قصيره. خلاص يا حبايبي، احنا بعد كده ندخل على الصفحه اللي بعد كده، هوم ويرك. هوم ويرك الواجب المنزلي، انا بكرر كل كلمه تحتيها بخط كويس. ندخل بقى على الحل، اكتيفيتيز الانشطه. هنا طبعا اول سؤال عندي بيقول لي ماتش اند سي، بيقول لي ايه ماتش اند سي؟ اول سؤال عندي ماتش اند سي. طبعا هنا بيجيب لي مجموعه من الكلمات ومجموعه من الصور، انا بشوف الكلمه المناسبه مع الصوره وبوصلهم ببعض. يعني مثلا اول كلمه عندي نيك، نيك يعني ايه؟ يعني رقبة. فين الرقبة؟ طبعا السهم بيشاور هنا على الرقبة، يبقى هنوصل على طول النقطة اللي جنب كلمة نيك بإيه؟ بحرف الدي. بعد تاني كلمة بعد كده هاند، هاند يعني يا حبايبي يعني يد، برافو. يبقى هاند هوصلها بإيه؟ بليتر بي. بعد كده نهى، لازم نعرف أشكال الأولاد والبنات اللي معانا عشان نعرف نوصل صح ونحل صح. نهى هي نهى يا حبايبي، يبقى ليتر سي. شعر هير، طبعا السهم هنا على الشعر، يبقى هنوصل هير بليتر ايه. كده خلصنا الماتش. طبعا انا بحل يا حبايبي في الكتاب علشان ما اطولش عليكم في الفيديو، بس بشرح لكم احنا بنحل ازاي. بعد كده بقول لي لوك اند سيركل، يعني انظر وضع دائره. بيجيب لي صوره وكلمتين، انا بختار الكلمه المناسبه مع الصوره. يعني اللي قدامي ده مين، هنا ولا هاني؟ اكيد هاني لانه مذكر، يبقى نعمل سيركل عليه على هاني. بعد كده يد، يعني يد هاند، يبقى نختار الكلمة الأولى ولا التانية؟ لا الأولى، هاند الأولى. أنف نوز، يبقى الأولى ولا التانية؟ أكيد التانية، نوز إن أو إس إي. شعر هير إتش إي أي آر، يبقى الكلمة الأولى نعمل عليها سيركل دائرة. بعد كده يا حبايبي ندخل على الصفحة اللي بعد كده. هنا طبعا بيقول لي رايت از ميسنج ليتر، يعني اكتب الحرف الناقص. بيجيب لي مجموعه من الكلمات، كل كلمه ناقص حرف. انا طبعا حافظه الكلمات نطق وسبيرنج، على طول بكمل الحرف لوحدي. اول كلمه عندي هاند اللي هي معناها يد،
هاند يعني يد، يبقى ايه الحرف اللي ناقص في هاند؟ حرف الاتش. شعري هير اتش اي اي ار، يبقى على طول اكتب الار. انفي نوز ان او اس اي، اكتب الان. ركبانك ان اي سي كي، اكتب الكي. بعد كده بقول لي رايت ذا ويرد، هنا بقى انا بكتب الكلمه كلها، بكتب الكلمه كلها لوحدي لان انا حافظه الكلمه نطق وسبيلنج، فعلى طول بكتبها. طيب هنا السهم على الشعر، يبقى على طول اكتب شعري هير اتش اي اي ار. هنا السهم على الرقبه، يبقى رقبه نيك ان اي سي كي. هنا يد هاند اتش اي ان دي. انفي نوز ان او اس اي. بعد كده انسكريبل اند رايت، هنا بيجيب لي الصوره والكلمه تحتها بس ايه متلخبطه، انا برتب الحروف. خلاص يا حبايبي، اول كلمه عندي هير اللي هي شعر، طبعا السهم على الشعر، والحروف اللي تحت ديت كلمه هير بس متلخبطه، انا ارتبها هير اتش اي اي ار. انفي نوز ان او اس اي، ركبانك ان اي سي كي. بعد كده بيجيب لي حرفين وبيجيب لي مجموعه من الكلمات، بيجيب لي حرفين ومجموعه من الكلمات. طبعا في كلمات هو بيبقى كاتبها زي كده، وبعد كده بيجيب لي صور انا بكتب الكلمات تحتيها الاول، واشوف الكلمه بتبدا بحرف ايه بالظبط. اللي يبدا بحرف الاتش ابصله بالاتش، واللي يبدا بحرف الان ابصله بالان. يعني هنا هو كاتب لي هاند، هاند يعني ايه؟ يعني يد، بتبدا بحرف الايه؟ الاتش، وصلها هو بالاتش. طيب تاني صوره معايا ايه؟ تاني صوره انفي نوز، انفي يعني ايه؟ نوز، انفي نوز. طيب انا بكتب نوز ان او اس اي، يا ترى نوز بتبدا بحرف ايه؟ الاتش ولا الان؟ لا الان، يبقى اوصل كلمه نوز بحرف الان. بعد كده شعري هير، انا بكتب هير اتش اي اي ار، بتبدا بحرف ايه يا حبايبي؟ الاتش، يبقى على طول اوصلها بالاتش. دي نهى، نهى نهى ان او اتش اي، اكيد بتبدا بحرف الان، اوصلها بالان. بعد كده هنا، هنا بتبدا بحرف الاتش، اوصلها بالاتش. رقبه نيك، بتبدا بحرف الان، اوصلها بالان. خلاص يا حبايبي. بعد كده بقول لي اوجد ثم ضع دائره حول الكلمه، بيجيب لي مجموعه من الحروف، وانا انا طبعا بكون كلمات من اللي انا واخداها في الدرس، اداني ماشيه مع الحروف كده، لان لما الاقي كلمه من اللي انا واخداهم واعمل عليهم ايه سيركل، دائره، بعمل دائره كده حول الكلمه. يعني هنا مثلا هو عامل لي اول كلمه نوز، امشي كده بالراحه، لقيت كلمتي تاني نيك برافو ان اي سي كي، اعمل عليها سيركل، نمشي مع بعض نشوف اي كلمه من اللي احنا واخدينها في الدرس. هير شعر، اعمل عليها سيركل دائره. بعد كده هاند يد اتش اي ان دي، اعمل عليها سيركل دائره. خلاص يا حبايبي، وبكده يا حبايب قلبي نكون انتهينا من شرح الدرس الثاني وحلينا الاسئله بتاعته. ويا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه، لايك وشير وسبسكرايب، علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. لازم يا حبايبي نشترك في القناه علشان يوصلكم اي فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.